وسلموه شعبا لعينا وتجور دينا بجهالي يا حنونا يا حنينا أمام عباد الله.
Thank you.
Oh,
وفي كنيسة العذراء فاطمة أول يوم العيد الساعة 8:30 صباحا. ثاني يوم العيد القداديس في كنيسة الطاهرة 7:30 أيضا صلاة الصبح، ثم الساعة 8:00 صباحا القداس احتفالي. في كنيسة المعدومة الساعة 8:30 يوم الاثنين ثاني يوم العيد. في كنيسة البشارة راح يكون أيضا الساعة 9:00. وفي كنيسة العذراء فاطمة الساعة 8:30 أيضا صباحا. ما راح يكون لكم قداديس العصر كل أيام العيد. Thank you.